نتابع ما قاله عبد الفتاح الزين خبير أو الخبير في شؤون الهجرة من الرباط في تصريحات أدلى بها لإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا. هذا الخبر الذي أعلنه السفير الإيطالي بالجزائر في إطار ندوة بجامعة لويز بروما هو يأتي بطبيعة الحال كاستمرار السياسة الجزائرية في مجال الهجرة، حيث نلاحظ على أنه هناك سياسة تضييق على المهاجرين وطردهم، خاصة المهاجرون من منطقة غرب إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء. ترسل هؤلاء المهاجرين في ظروف وشروط لا إنسانية، الهجمات تكون بالليل أو في الصباح الباكر، يتم جمع المهاجرين وتعقبهم دون ترك حتى فرصة لجمع أغراضهم ومتاعهم، بل يقال حتى أنه تتم يعني سرقتهم مجردون من كل ما يلزمهم. لكن الجديد اليوم هو نشر جنود، هناك استعمال للهجرة بطريقة تكاد تكون سياسية، لأنه ما يبدو اليوم على أنه الجزائر تقبل بأن تلعب دركي أوروبا. مع الأسف الجزائر تستمر يعني في سياستها لا إفريقية في مجال الهجرة التي تجرم الهجرة، بالرغم مما تدعيه الجزائر من حماية نفسها في إطار خلط الأوراق بين الهجرة ومحاربة الجريمة المنظمة إلى غير ذلك.